السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور متابعينا غاليين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد، منورين قناتكم. اليوم عندنا تغطية سريعة لمعرض وليد، وصل عندهم دفعات جديدة لكسس اي اس 2019 6 سلندر 350 خليجي بمواصفات نصف فل وحلوة وسعر يعتبر مناسب والأقل بالسوق لحد الآن. وقبل أن أقول لكم المواصفات، طبعا قوة الأحصنة بحكم أنها 6 سلندر راح تكون 300 حصان والعزم 357 نيوتن والجير 8 سرعات. المواصفات تعتبر نصف فل، الفل راح يكون هناك 3 عدسات مو عدسة واحدة، لكن هذه تعتبر نصف فل وبسعر معقول. هذه المواصفات اللي بيثبت عندك 4 كاميرات، الشاشة 12 إنش، الجنب 18، ذاكرة تخزين مراتب، شاحن وايرلس، 10 رباقات، كل هالأشياء هذه موجودة، وهذا السعر بدون الضريبة. طيب خلنا نستعرض لكم السيارة على السريع. طبعا فيها تشغيل عن بعد، هذا المفتاح، ومتوفر عندهم أكثر من لون، راح أصورهم لكم بعد ما نخلص إن شاء الله. أنوار LED، كشفات ضباب LED، وحساسات أمامية. خلونا نوريكم مع الجنب عشان تشوفون شكل الجنط. الجنط مقاس 18، زايد هنا عندك غسيل أنوار على الجنط 18، مراية اللي جاية من فوق أسود والنص كروم، وفيها 4 كاميرات. صرفية الوقود، هذه صرفية الوقود، المشيك اللتر 13.6، البنزين 95، طبعا بدون سقف بانوراما. للمعلومية في ناس يحبون السيارة هذه بدون سقف بانوراما، ليش؟ يقولون عشان الصوت، فما أدري عد عند بعض الناس وش نوعية استخدامه أو رأيه أو اختياره. هنا شكله من وراء، جناح خلفي، حساسات خلفية، مخارج شكمان 2، وصطبات الإيدية. خلونا نوريكم الحين الداخلية، ونبدأ بالصف الثاني. طبعا دخول ذكي على جميع الأربع أبواب. اللون الداخلي جملي، الداخلية تكاية بالنص، وهنا عندك مخارج حقت المكيف زايد الاثنين USB ومخرج 12 فولت والتكاية بالنص. خلينا نشوف التكاية بالنص، فيها تحكم خلفي، شوفوا ما شاء الله، ستارة تحكم بالشاشة الأمامية. بعد هنا عندك مساحة تخزين، بس بشوف فيه مخارج USB ولا لا، لا ما في، هذا حق حامل الكواب بس عاد عليه ستيكر. وهذا الطبلون من ورا. خلونا اوريكم جهة السواق، وهذه جهة السواق، عندك هنا نقطع مياه، وهذه جهة السواق. نبدأ من هنا، تخشيب باللون البني، ذاكرة تخزين مراتب، وزرة تحكم بالنوافذ، صوت مراية كهرب، كرسي كهرب، مراتب باللون الجملي. خلنا نركب ونكمل. سكر الباب واسمع العزل، ما شاء الله تبارك الله. خلونا نشغل السيارة، نقول بسم الله. طبون هنا شاشة، الشاشة هنا اللي جاية في حجم كبير 12 انش طبعا، وهنا بعد في شاشة. هذه عاد مستعرضة لكم انا من زمان ومفصلها لكم بالتفصيل. هذه شاشة المعلومات اللي هنا بالنص. عندك شفتر، عندك هنا تخشيب، زر تحكم بشاشة المعلومات، اوامر صوتية، ثبت سرعة، وتحكم بتركيات اللي على اليمين. هنا زر حق الكاميرا، فيها 360 درجة، 4 كاميرات، وقزاز مدبل، دائما قزاز مدبل يجي على اللكسس. الشاشة، قبل اروح للشاشة، هنا زر فاصل مع الإزلاق، هنا حق وضعية القيادة اللي راح يكون بالشكل هذا سبورت، وعندك نورمال وإيكو. الشاشة اللي جاية بحجم كبير 12 إنش، أنا دائما تعجبني السيارة صراحة اللي تيجي، طبعا مو لمس،
هذه الساعه حقت الاكسس تتحكم فيها من وين؟ من هنا. هذه هي، تقدر تقسمه تخليه نص بالشكل هذا. خلوني كم اهم شيء، الكاميرا القائمه الرئيسيه راح تكون بالشكل هذا. هنا تطبيقات معلومات، التكييف راح يكون بالشكل هذا. تدرون لكسس الاي اس، بيت الاي اس يقول لك اكثر اكثر سياره مبيعا بسيارات لكسس على مستوى العالم، اكثر سياره تنباع هذه الاي اس، مو من الموديل هذا، من الموديل اللي قبل بعد، والى الان عليه سحب كبير مو سهل. طيب خلينا نوريكم الاهم اللي هو الكاميرا. هذه الكاميرا، الكاميرا دقتها كويسه ما شاء الله. خلينا نوريكم قدام بعد، نضغط زر الكاميرا. هذه 360 درجة، تقدر تحطه على الأوتو مجرد ما تمشي. هذا شوفوا، تحطه على الأوتو خلاص، إذا أنت مشيت أول ما تهدي وتلف يمين ويسار راح تشتغل لك الأوتو. بس عاد هذه أهم الأشياء الموجودة بالشاشة. ننزل تحت هنا، زر التحكم اللي هو بالمكيف، شغل المكيف عشان تشوفون الأرقام اللي هنا. طبعا برد موت اليوم، ما ادري كم درجه الحراره. هنا اختصارات حقات الشاشه، التخشيب اللي جايك هنا باللون الاسود على شكل مثلثات، فيها تبريد مراتب، هذا زر حق ستاره كهرب، طبعا تقدر تسكر ستاره قدام ورا. وهنا مدخل حق سيدي ومساحه تخزين، فيها شحن وايرلس. هنا مخرجين USB OUX، الأوتو هولد، الماوس والمنيو، هذا التكييف كله تستخدم حق حامل أكواب ومساحة تخزين بنفس الوقت، وتقدر ترفعه بعد بالشكل هذا، صار معك كوب قهوة أطول راح يكون بالشكل هذا. إذا تبي ترجع تضغطه كذا. التكاية اللي بالنص نجاية هنا مع الشاحن الوايرلس ومساحة تخزين هنا. بس تقريبا قضينا الرباقات، 10 رباقات، التخشيب باللون البني الغامق، وهذا الدرجة. السقف، هذا السقف مراية فيها تعتيم أكيد، وهذه الإضاءة حقت السقف، لمس طبعا. السقف باللون البني، اللون البني الغامق. بس قضينا، سمعكم البوري شغل لكم النور، وريكم الماكينة والشغل. تحب الريموت هم فيها وهذه الشنطة، فرشات وغراض السيارة، زايد السبير. السبير طبيعي بتكون نفس اللي برا، بس خلنا نفتح ركام. ليش؟ نفس الفكره، هذا شكله الشنطه مفتوحه، شنطه شنطه يدويه، 6 سلندر، طبعا دفع امامي، الدفع الاساسي دفع امامي بحجم 3.5 بقوه 300 حصان والعزم 357 نيوتن والجير 8 سرعات. الاربع سلندر راح تكون قوه حصان 204، وفي محرك ثالث اللي هو الهايبريد. خلونا الحين اوريكم باقي الالوان. النور مع الليد النهاري، عدسه واحده اللي دي. طبعا الفل راح يكون فيها ثلاث عدسات زي الاف سبورت. صور لكم اسطبات، شايف الضباب، هذول الاثنين وفلشر، طبعا اسطبات الاي دي، زايد الاشاره بمرايه. هذا شكله مقدم، السعر 177,000 بدون الضريبة. وريكم باقي الألوان، طبعا متوفر عندهم أغلب أنواع سيارات لكسس، سواء جيب، لاند كروزر، كل الأشياء هذه موجودة عندهم، وفي تغطيات كثيرة اللي منزلها لك قسم الفيديو بالقناة. هذه لكسس الألوان المتوفرة عندهم، اللؤلؤي، وعندك يا طول العمر التيتانيوم، كل نفس السعر. الداخلية اللي نشوف أكثر شيء جملي، وهذا تيتانيوم، هذا فضي، وهذه لكسس LC
تذكرون جربت لكم وحده لونها احمر طرب الموتى طرب ورايق هذه نفسها بعد ما شاء الله موجود عندهم كميه فاللي يشوف الحين ثلاث الوان لؤلؤي زايد تيتانيوم زايد لؤلؤي فضي ما شاء الله تبارك وهنا بعد هذه كل الالوان اللي موجوده هذا تبون نغطي شيء بالمعرض سيارة ركز علي اكتبوا لي تحت في لاند كروزر عندهم جيكسارات والكازيس بس سلامتكم ارقامهم وحساباتهم كلها موجودة تحت بالوصف سبحان الله وبحفظ الكريم هذا نبات الريوس اللي دي بعد ونبات الفراخ